استمرارا كمان للشائعات اللي بتستهدف منظومة التعليم الجديدة من جهة أخرى، نفت وزارة التعليم والتربية والتعليم ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي. وزارة التربية والتعليم أكدت أن القصة مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون حذف أي أجزاء منها أو تغييرها.